المصري. العادل عبد الرحمن بيلعبها بالعرض. يخش معاه الخطيب. لا ها ها. خطر. جت خطيب. ليش حق يلعب الكرة اللي فاتت دي. الظاهر. جت الخطة الإصابة بتاعته القديمة وصفر حسام. وطالبين اصابته القديمة وان شاء الله يا رب يا رب تكون بسيطة. شايف انا الناس كلها ملمومين حوالينه حوالين الخطيب. نسي نفسه في الكرة اللي فاتت واشترك مع الجول كيبر في الكرة العالية العرضية اللي لعبها عادل عبد الرحمن. وان شاء الله يكون سليم باذن الله. كابتن صلاح حسني عايز يقول حاجة. هو برجاء ونداء للاستاذ الدكتور شوقي كمال هننقل محمود الخطيب دلوقتي مستشفى المقاولين العرب مكان ما عمل له العملية، فاحتمال تكون الاصابة في نفس المكان، فبرجاء ان الاستاذ الدكتور مصطفى كمال يتوجه للمستشفى. عادل عبد الرحمن بيلعبها بالعرض. يخش معاه الخطيب. نسي نفسه وخبط الكوره بالهيد وشويه لقينا وقع، والميكروفونات في الاستاد بيقولوا استدعوا الاسعاف.